برنامج كأغاني ولا برنامج تحرر؟ هو أشهر الشهرات اللي تنطلب، وخصوصا أنا بعتبر تقريبا جديد هون في الجزائر، كونه أول مرة من نسوي، فهو كله يفترض جديد كلقاء، إنما هي الشهرات نفسها اللي كانت اللي رافقت طفولتكم إلى الكبار. كابتن ماجد، كونان، كونان ماوكلي، هو بده اسماء، هو بده اسماء، أحد أصدقاء سيمبا، هزيم الرع، صقور الأرض، ريمي، كتار، هو كل اللي رافقتكم يعني اثنين اثنين. أنا بعتقد إنه أكثر الأغلب، الحب أنا عندي فكرة، الأغلب راح يكون ممكن التسعينات، إنما الثمانينات موجود، والألفين وما فوق كمان موجود. وأنا هاد اللي عم استغربه إنه حديثا عم شوف بحفلاتنا من فوق الألفين، يعني بعد ما كنا تقريبا نص الأعمال اشتغلناها، فبتوقع هيك. إنما الغالب دائما الجيل التسعينات. أيوة زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.